وعلشان مصر زي السكر حلو قوي، تاكي قوي اللي انا قلتها دي. المهم يعني تعالوا نروح على حكايه السكر. احنا عارفين كان في ازمه في حكايه السكر اياها دي، وقصه في مساله الاسعار وما الى ذلك. طبعا انا ما اقدرش اقول لك الاسم اللي انا عارفه مثلا، محل انا عجبني المحل ده ما اقدرش اقول اسمه طبعا، محل في مكان ما، هذا المحل بيبيع لك 2 كيلو سكر ب 55 جنيه. هتقول لي قول لنا بسرعه عشان نروح نجري عليه، اقول لك ما اقدرش. اعلان يا حبيبي ما ينفعش، لما يعلن عندنا يبقى يعمل اعلانات عندنا ويقول عندنا 2 كيلو سكر ب 55. حلو؟ طيب. ده ناس شرفة يعجبوني. لأنه شركات السكر ووزارة التموين والدولة والحكومة اشتغلت على إيه؟ اشتغلت على ضخ الإنتاج لصالح كل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية، حتى لا يتحدث أحد أو يتقول أو ينفخ في لهيب وجمرات حتى تستعر وتصير نارا ويقول لك أصل في أزمة أو اللي جاي سواد. شوف التقرير وهنطلع فاصل وبعدين نكمل الكلام. حضرتك شايفه المنظر اللي ورانا ده، ده عبارة عن سكر معبأ ومكرر وجاهز للتعبئة في عبوات 1 كيلو، وبيتم رفع الطاقات الانتاجية والتعبئة وصلت حوالي 2000 طن في اليوم. دي شركة واحدة، الأربع شركات واصلين خلال الأيام دي إلى 8000 طن يوم. بنرجع تاني لمعدلات الضخ الطبيعية وبنزود شوية كمان، لأن زيادة المعروض من سلعة السكر في الأسواق وتحقيق الوفرة المطلوبة هو اللي بيحافظ على توازن الأسواق وتوازن الأسعار. عندنا قنوات أخرى بيتم الضخ فيها وهي المنافذ التموينية، وده موجود في منظومة التموين، وضيف إليها طبعا كل القطاع اللي بيتعامل فيه السلاسل التجارية، الشوادر، احتياجات السادة المحافظين، القطاع الصناعي. بيتم الوفاء بهذه الاحتياجات من خلال شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية. احنا هنا بنتكلم بقى شركات الانتاج البنجر بتطلع لصالح الشركات التجارية، وبالتالي هنا بالتوازي مع بعض المسارين ماشيين، فبتوصل للمعدلات الطبيعية واكثر شوية علشان نوفي الاحتياج اللي مطلوب في السوق. ان كلما زاد المعروض الإنسان أو المواطن نفسه بيحس بوفرة السلع، وبالتالي الأسعار ترجع للطبيعي، وإحنا هدفنا أن سلعة السكر تستقر ويبقى سعرها 27 جنيه للكيلو المعبأ في كافة المنافذ البيعية. الحقيقة الفترات الموجودين احنا فيها دلوقتي وبصددها، هو فيش يعني السكر موجود ومتوافر في الشركات، بنجهز الكميات اللي طالعة، هنطلع في حدود 2000 طن يوميا، المصنع شغال على مدار الساعة، التعليمات اللي جات انه كميات تطلع وما فيش اي ازمة للسكر، وبالفعل هو سكر موجود وموجود 25000 طن موجودين، تم ضخ الفترة اللي فاتت 250000 طن في السوق وما زال الضخ موجود، وده نهاية موسم وبداية موسم جديد خلال اشهر قريبة، شهر او شهر ونص بالكتير هتلاقي الدنيا موجودة والسكر متوافر ان شاء الله بإذن الله. طبعا البنجر بينضج في الارض الزراعية بعد 6 شهور، ويبدأ الحصاد حسب عروات الزراعة لمدة 6 شهور، موسم يمتد ل6 شهور لاستلام البنجر من المزارعين بمعدل يومي 11000 طن بنجر يوم، ينتج 1500 طن سكر أبيض يوم. موسم 23 أنتجنا 200000 طن سكر من البنجر، وكررنا 75000 طن سكر خام. ال 275000 طن سكر دي بيتم توزيعها لجميع الناس تشق للتموين والسكر الحر الخارجي. احنا عندنا هنا طبعا عندنا الشغل على مدار ال 24 ساعة شحن السكر لتوفير السلعة للسوق. احنا حاليا بنشحن زي ما انت شايف حضرتك عربيات من 50 طن و 60 طن، وبالإضافة إلى فتح شريان جديد للعربيات الصغيرة 10 طن زي ما هتشوف حضرتك برة، وده كله لزيادة الإمداد والتوزيع لجميع المنافذ للشركة على أن يصل كيلو السكر للمستهلك 27 جنيه، لا يزيد عن 27 جنيه للمستهلك.